السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم عشرة. في هذه الحلقة نتكلم عن ثلاث أخطاء تتجنبها في مجال تدريب الأطفال على البرمجة. الفيديو هذه عبارة عن سلسلة فيديوهات بتكلم خلاله عن خبرتي في مجال تدريب الأطفال، 5 سنوات في مجال تدريب الأطفال على البرمجة والروبوتكس. سميت دورة إعداد مدرب الأطفال على البرمجة. أسأل الله أن تكون مفيدة وأن تكون صدقة جارية وعلم ينتفع به. أول بالنسبة لنا كخطأ، استخدام لغة تقنية معقدة. أحد أكبر الأخطاء اللي بيقع فيها المدربين في البرمجة هو استخدام لغة تقنية معقدة لا يفهمها الأطفال. كسبيل المثال مثلا، الآن أنا عندي لغة الدارت. لغة الدارت لا يمكن أن أعلمها لي طفل عمره 7 سنوات أو 6 سنوات أو 8 سنوات أو قول 9 سنوات. فلازم أنا أشوف كمدرب، أشوف اللغة المناسبة لعمر الطفل تتناسب مع مقدراته العقلية وتتناسب مع فهمه واستيعابه. فده خطأ شائع جدا بيتكرر كثير من مدربي البرمجة الأطفال. فعلى المثال برضو، بدلا من أنا مثلا إذا عايز أشرح حاجة معينة لدي طفل، بدلا من أقول له مثلا المتغير هو المكان اللي في الذاكرة بخزن فيه البيانات، ممكن أقول له ببساطة جدا، أقول له المتغير صندوق بنضع فيه الأشياء. بمعنى شنو؟ بمعنى أنا بسطت المفهوم بطريقة يفهمها ويستوعبها الطفل. مثلا أيضا كمثال، لما أشرح حلقة اللوب، وهي حلقة مشهورة في البرمجة، بدلا من التعقيد وأقول له معناها وشرحها يعني مفهومها اللغوي وما إلى ذلك، يعني شرحها بمعنى يعني عميق، ممكن أقول له الحلقة بتاعني هي تكرار لنفس الخطوات. يعني مثلا أنت الآن عملت مشيت الخطوة الأولى، فعشان أنت تمشي نفس الخطوة ممكن تعمل حلقة اللوب وتعمل لك تكرار لنفس الخطوة اللي أنت عملتها. أو ممكن أبسط المفهوم بحاجة هو بيفهمها في البيت أو حاجة هو شايفها. عموما دايما أنا بستخدم التشبيهات من الحياة اليومية أو التشبيهات من الحاجات اللي بتكون ملامسة للأطفال. يعني مثلا الآن أنا عندي طفل بيحب الألعاب ويحب الجيمينج وبيحب الفيديو جيمينج والأشياء دي، فبضرب لهم أمثلة متعلقة بالحاجة دي نفسها. الخطأ الثاني واللي هو التركيز على النتائج بدلا من العملية. يعني شنو؟ يعني التركيز على النتائج النهائية بدلا من عملية التعلم نفسها. أنا دائما بشجع طلابي على الخطأ، لكن مع الخطأ التعلم من الخطأ. لأنه الآن إذا الطفل بدأت تخوفه أنه هو ما يخطأ، وإذا خطأ كارثة وما أدراك ما، حيخاف، وإذا خاف ما حيتعلم. فكل واحد بيجرب وبيتعلم من خطأ وبيعدل الخطأ. الأهم هو ما الخطأ، الأهم هو التعلم من الخطأ. فلازم ندرك أن الأطفال بيتعلموا من خلال التجربة والخطأ، وده لازم أنك أنت كمدرب تستصحبه في عمليتك التدريبية. إذا كان الطفل بيحاول أنه هو يكتب كود ولكن بيواجه مشكلة معينة، ما تتسرع أنك أنت تصلح له الكود، خليه هو يجرب ويحاول مرة الأولى مرة الثانية، وكذلك حاول معاه لغاية ما يفهم أنه فعلا الخطأ ده عنده حل، والحل هو عبارة عن كذا. تشجيع الأطفال على التفكير بشكل نقدي ومحاولة إيجاد الحلول بأنفسهم بدلا من إعطائهم الحلول جاهزة، دي أكتر حاجة بتبني في الطالب أو الطفل ثقة في النفس. فعشان تتجنب الخطأ ده، أمنح الأطفال الوقت، المساحة الكافية عشان هم يجربوا، يتعلموا من أخطائهم، ساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات من خلال أن هم يجربوا، وشجعهم على التجربة وشجعهم على المشاركة. يعني دايما مثلا الأطفال اللي هم يتعلموا حاجة جديدة عشان تثبت لهم المعلومة دي، يشاركوها مع أصحابهم في المدرسة، مع أقربائهم في المنزل،
مع ربعهم في الحارة أو في الحي مثلا، لأن الحاجة دي كل ما الطالب شجحته عليها كل ما أصبح أكثر فهما. الخطأ الثاني عدم تخصيص المحتوى بناء على مستوى الطفل، وده خطأ بيقع كتير جدا. الخطأ هو عدم تخصيص المحتوى بناء على مستوى الطفل. يعني مثلا الأطفال بيختلف سرعة فهمهم، سرعة استيعابهم، سرعة إدراكهم للمفاهيم البرمجية نفسها. فمثلا إذا كان عندك مجموعة من الأطفال بمستويات مختلفة، لازم أنك أنت تكون قادر على تقديم أنشطة تتناسب مع مستوى كل طفل. يعني مثلا الآن أنا من أول سيشن أو من أول ورشة محاضرة بعرف الطلاب الفاهمين والطلاب ما فاهمين، تمام؟ كسبيل المثال ممكن تقسم الطلاب الفاهمين تديهم أنشطة متقدمة شوية، والطلاب الاستيعاب بسيط تديهم أنشطة يعني بسيطة تتناسب مع مقدراتهم وسرعة فهمهم. الحاجة دي على قدر ما هي بسيطة، على قدر ما هي حاجة بتكون مناسبة لمستوى كل طفل. فكل طفل لما يلقى مستواه اللي بيتعلم فيه بيمشي في التعلم أسرع مما انت تجيب له حاجة هو أكبر من مستواه. مثلا أيضا تقدم مشاريع صغيرة تتناسب مع كل طفل، والحاجة دي بتخليهم ان هم يشعروا بالنجاح والتقدم. تتجنب الخطأ بأنك انت تقيم مستوى كل طفل، سواء كان بأسئلة، سواء كان باستبيانات، سواء كان باختبارات بسيطة أو أنشطة يقوم بها الطلاب، أو تحديات. تحديات يعني من خلالها تهدف إلى يعني معرفة كل طفل هو مستواه شنو، وبعدها من خلال النتيجة اللي حتظهر حتقدر إنك أنت توزع كل طفل بنشاط يتناسب مع مقدرته العقلية. شكرا لكم، نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم أو الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.